أهلا بكم. تحدثت مصادر إعلامية عن عقد حكومة الانقلاب اجتماعا ضم الوزراء المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء الأحد. المصادر قالت إن 3 من الوزراء المحسوبين على المؤتمر لم يحضروا، مع ترجيحات تفيد ببقائهم تحت الإقامة الجبرية في منازلهم وعدم ثقة الميليشيا بهم. في حلقة اليوم نناقش هذا الخبر في محورين: بعد أنباء عن دفن جثمانه، هل سترث الميليشيا جناح صالح في حزب المؤتمر؟ وكيف ستؤثر الاستقطابات والملاحقات الجارية لقيادات وكوادر حزب المؤتمر على معركة الشرعية في مواجهة الانقلابيين؟ تبدو الشرعية ملجأً منطقياً لما تبقى من قيادات كانت إلى وقت قريب حليفة للانقلابيين، فيما تضع تحركات إحدى دول التحالف الإمارات علامات استفهام كبيرة حول ما تأمله وتهدف إليه من اهتمامها بنجل صالح أحمد، فيتساءلون هل تنجح بإعادة صنع وكيل لها في المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الانقلاب؟ فيما يرى في التغريدات الأخيرة لياسر العواضي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر وتحركات الميليشيا بصنعاء محاولة لإبقاء تحالف الانقلاب صامدا رغم التصدعات العميقة التي تجلت بمقتل صالح. نبدأ نقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. يبدو بأن المؤتمر ماض في ممارسة دوره المعهود بأن يكون مطية للسلطة، فالحزب الذي تأسس من كرسي الحكم يبدو بأنه الآن أمام سيناريوهات 3 تحدد نوع وحجم تواجده وثقله المستقبلي. والواضح أن التجاذبات على الحزب على أشدها، وكل طرف يريد الظفر بالكعكة. لكن الأهم الآن، أين سيتجه المؤتمر وكيف سيجتاز حالة الدوار التي يمر بها بعد تصفية رئيسه على أيدي ميليشيا الحوثي؟ هل سيستمر الحزب في عقد تحالفه مع الميليشيا ويكون مظلة لمن مارسوا بحقه أبشع أنواع التصفيات، أم أنه سيحاول فض تلك الشراكة والاتجاه نحو الشرعية، وبالتالي يكون شريكا رئيسا في الخلاص من الانقلاب بعد أن كان شريكا بالقيام به، أم أنه سيحاول العودة إلى المشهد من بوابة الأجندة الإقليمية التي تسعى إلى إعادة لملمة وتعمير المؤتمر بناء على مصالحها في الداخل اليمني؟ أمام هذه التساؤلات تشير التحركات على الأرض بأن الحزب أوشك أن يكون ضحية يتوزع دمه بين الخيارات الثلاثة. فالميليشيا اليوم تعقد أول اجتماعاتها بعد أحداث صنعاء وبحضور وزراء المؤتمر عدا 3 منهم يقال بأن منسوب الثقة بهم لم يصل النصاب المطلوب. في المقابل هناك من بدأ يتجه إلى الشرعية ويلتحق بركبها في مجابهة الانقلاب وإن يكن بشكل فردي. غير ذلك يعقد الاجتماع تلو الآخر في أبوظبي عند نجل صالح الأكبر الذي يرجح أن دولة الإمارات تعمل على إعادته ومن معه من حزب أبيه إلى الواجهة وفق تصوراتها هي، لا وفق ما تقتضيه مصلحة اليمن. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض القيادي في مؤتمر الشعبي العام ثابت الأحمدي، وكذلك من صنعاء المحلل السياسي الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. وأبدأ معك سيد الأحمدي، برأيك هل سيمثل المؤتمر مظلة للميليشيا الحوثي وسيشاركها في السلطة على حساب دم رئيسه؟ أهلا بك عزيزي الكريم وبالأخوة المشاهدين. أقول لك في البداية، يعني لا نستطيع الحكم في الوقت الحالي على أي تحركات أو أنشطة فيما يخص المؤتمر الشعبي العام في صنعاء. أغلب قياداته اليوم تحت الإقامة الجبرية ورهن الاختطاف والتعسفات أيضا، وبمن في ذلك ربما ياسر العواضي الذي لا أستطيع أن أحدد أو أجزم أن تلك التغريدات هي تغريداته. هذا من جهة. من جهة ثانية أظن أن من سيتحالف مع ميليشيا الكيان الإمامي الغاصب سيخالف بالتأكيد توصيات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حيث دعا في خطابه الأخير ليشبه الوصية إلى الدفاع عن الجمهورية والوحدة من عصابة الكانو. وبالتالي من سينضم مع هذه الجماعة مع الكيان الإمامي أو من سيتحالف معهم فقد خالف مؤسس المؤتمر الشعبي العام ورئيسه الراحل. هذا من جهة ثانية أيضا.
من جهة أخرى المؤتمر الآن في الوقت الحالي يحظي واقع تحت تأثير الصدمة ولم يلم يعني كيانه بعد، وعسى الأيام القادمة أن تجمع الكل وإن شذ منهم أحد فليكن، ولكنه لا بأي حال من الأحوال لا يمثل المؤتمر الشعبي العام مطلقا، لأن المؤتمر الشعبي العام جمهوري وحدوي سبتمبري النشأة والجذور والمسار. وإن كان هناك في الواقع إن حصل هناك بعض الانحراف في الفترة الأخيرة، لكنه انحراف لا يمثله وسيجدد مساره إن شاء الله في قادم الأيام. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ الأحمدي، أرحب من جديد بالمحلل السياسي الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. إذن سيد الشرفي، برأيك يعني هو من الواضح اليوم أن هناك استقطاب للمؤتمر وهناك أيضا ملاحقة لقياداته وهناك ربما تصفيات تحدث لهم، برأيك أين المكان الذي من المفترض أن يكون عليه المؤتمريون؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. هو طبعا في البداية هناك ضخ عالي فيما يتعلق بقضية الملاحقات وقضية الإقامات الجبرية والتصفيات. نحن أو أنا شخصيا يعني حاولت أن أتواصل مع عدد من الشخصيات المؤتمرية وأفادوني بأنهم في وضع آمن يعني ووضع جيد ليس بشأنهم شيء. هؤلاء الأشخاص الذي تواصلت بهم أنا، قد يكون هنا غيرهم لا أعلمهم أنا، لكن هذا هو حد علمي. بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام في الأخير يظل وضعه كإطار في نفس الوضع السابق، بمعنى أن قضية الخلاف مع أنصار الله قضية، وقضية الوجود في معادلة الملف اليمني المتعلق بحالة العدوان التي تشن على البلد هو لا زال في نفس موضعه، على اعتبار أنه هو إلى آخر لحظة ربما كلام الرئيس السابق صالح ويعني تحدث عن قضية يجب أن يتم التوقف عن هذه الحرب العدوانية ويجب رفع الحصار ويجب ويجب، قبل أن يتحدث عن قضية تصالح أو يعني لقاء مع طرف العدوان. وبالتالي يظل الداخل بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام في نفس موقفه في هذه النقطة، ربما الآن يفقد قدر معين من حماسه، وأيضا هو فقد قدر كبير من حضوره أساسا في المعادلة السياسية وفي المعادلة العسكرية أيضا، لاعتبار خسارة الرئيس السابق صالح. والجميع يعرف أن بناء المؤتمر الشعبي العام هو بناء ربما ارتكز على شخص الرئيس أكثر مما يرتكز على البناء التنظيمي. هذه النقطة هي ستؤثر كثيرا على دور المؤتمر الشعبي العام، لكن ما بقي منه أنا أتوقع بأنه سيظل في نفس المسار، وهو قضية أنه لابد أن يكون حاضرا في المعادلة في النصف الآخر وليس في النصف المسمى بنصف الشرعية. قد يكون هناك شخصيات ليست ذات ثقل ستتسرب باتجاه طرف ما يسمى الشرعية، لكن في الأخير سيظل المؤتمر حاضرا على اعتبار تركيبة الملف اليمني أو المعادلة السياسية فيه، على اعتبار أيضا آخر موقف بالنسبة لزعيمه السابق الرئيس علي عبد الله صالح، وأيضا مترتبات مشاركته خلال الفترة الماضية في المعركة وفي الملف السياسي باعتباره طرفا مضاد لطرف الشرعية. يعني من غير المتقبل أن يتم التحول الفجائي هذا كرد فعل على ما يرى بحق الرئيس صالح، وهذه قضية. لكن ما يتعلق بقضية الوطن هي قضية أخرى، أنت لو تتابع أيضا حتى تصريحات لكثير من قيادات المؤتمر الباقية، الجميع يعني لم يحاول حتى أن يبدي مغازلة باتجاه طرف ما يسمى الشرعية، بمعنى أنه لا زال ثابتا في هذا الموضع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، أعود إلى سيد ثابت الأحمدي. أستاذ ثابت، الآن من يعني عليه الآن مهمة يعني لملمة المؤتمر؟ يعني في التغريدة المنسوبة لياسر العواضي يتحدث عن صادق أبو راس، هل هو من سيقوم بهذه المهمة؟ هل يعني دوره هنا مقبول بالنسبة لقيادات وكوادر حزب المؤتمر برأيك؟
عزيزي دعنا نعود إلى النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ونحتكم إليه كلنا جميعا بلا استثناء، وهو الفيصل بيننا كلنا. المادة 26 أولا الباب، نعم المادة 26 من الفصل الثاني الباب الثالث الفقرة 4 تنص على أن المؤتمر رئيس المؤتمر الشعبي العام هو الذي يسير يعني نشاط المؤتمر. فإذا ما غاب يعني أو حصل أي مكروه أو شيء من هذا القبيل فيخلفه نائبه، ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في الوقت الحالي هو عبد رب منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، وبالتالي فعلى أعضاء المؤتمر الشعبي العام الالتحاق بالقيادة الشرعية المؤتمرية. أتكلم الآن عن المؤتمر الشعبي العام، وأقول على كل قواعد وقيادة المؤتمر الشعبي العام الالتحاق بنائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبد رب منصور هادي الذي يعتبر الآن رئيس المؤتمر الشعبي العام وفقا للنظام الداخلي. أنا أتكلم الآن عن اللائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام عن الفقرة 4 من لكن هناك يعني السيد الأحمدي هناك من يتحدث على أنه من أراد أن يلتحق بعبد رب منصور هادي وفقا لهذه الصفة كان سيلتحق به منذ أن يعني حدثت الإشكالات وحدث الانقلاب، خاصة وأن صالح لم يعني في آخر خطابات حتى في آخر خطاباته المبثة على التلفاز لم يتحدث ولم يعترف بسلطة الرئيس هادي. أولا يا عزيزي صالح ظل رئيس المؤتمر الشعبي العام في صراع لنقول ذلك، وعبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر ولا يستطيع نائب رئيس المؤتمر أن يتجاوز رئيسه تنظيميا بأي حال من الأحوال. ثانيا صالح في خطابه الأخير الذي كان أشبه بالوصية من الصعب عليه أن يسرد كل التفاصيل وأن يشير إلى كل شرط واردة، لا سيما وقد كان خطابا وجلا تحت يعني في ظرف عصيب جدا كان يعيشه، وبالتالي فليس أمامنا وليس أمام المؤتمر الشعبي العام إلا أن يحتكم للائحة الداخلية وبيانات وأدب طبيعة الحزب هي موجودة ولا مفر منها. طيب الآن عند الحديث عن ما يجري في العاصمة صنعاء، هل يمكن الاعتبار أن المواقف الصادرة من القيادات المؤتمرية المتواجدة في صنعاء هي مواقف تخرج ضمن المسؤولية الكاملة، أي بمعنى أن ليس هناك من إكراه يتم عليهم بالنظر لما يعني تحدث لما يحدث في العاصمة؟ نحن نقدر ظروفهم ما اختلفنا فيهم، ولا نعتبر التصريحات الصادرة منهم حتى الآن رسمية أو تنظيمية أو تحمل الصفة الشرعية التنظيمية أبدا. ثانيا هناك أكثر من قيادة، لا تنسى هنا قيادات مؤتمرية بارزة وكبيرة التحقت بالمؤتمر الشعبي العام من وقت مبكر وأعلنت انضمامها مع الشرعية، وبالتالي لا يستطيع الإخوة من تبقى في صنعاء أو حتى خارج صنعاء أن يتخذوا موقفا سلبيا منهم. اليوم ليس أمام الجميع إلا الاجتماع من جديد، وعقد اجتماع للجنة الدائمة، واللجنة الدائمة هي التي تختار رئيسها من جديد. لكن يبدأ يعني يظل السؤال، والسيد الشرفي تحدث الأستاذ الشرفي تحدث على أنه تواصل مع عدد من القيادات وأبدوا أنهم لا يعني لا يواجهون إشكالات أو مسألة فرض إقامة جبرية أو ما شابه. ما المعلومات المتوفرة لديكم في هذا السياق؟ نأمل أن يكون كذلك، لكن لا أستطيع أن أحكم على شخص بأنه في أمان ويعيش ظروفا طبيعية من خلال تغريدة ظهرت فقط من خلال موقعه، بينما نحن نعرف على أي حال نحن نعرف ونتابع المشهد تماما في صنعاء، ليس هناك اليوم ولا مواطن يمني واحد على الإطلاق آمنا لا في صنعاء ولا في خارج صنعاء مطلقا، وأقولها مطلقا بكل ثقة، فما بالغ بقيادة الدولة الذين هم اليوم أو قيادة المؤتمر الشعبي العام على وجه أخص بعد السحل لزعيمهم وقتله بتلك الصفة الغادرة، هل تتوقع أن يكونوا بأمان أو أن يعيشوا ظروفا طبيعية؟ في الحقيقة مع احترامي للأخ العزيز الشرفي الأمر فيه وجهة نظر. طيب دعني أعود إليه إذن إلى المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. أستاذ عبد الوهاب الآن يعني السلطة في صنعاء بيد ميليشيات الحوثي، هناك قدر كبير من الضغط على المدنيين، فما بالك بمن خرج يعني من كان هناك حديث على أنهم سيخرجوا ضد هذه الميليشيات في الأيام السابقة. إذن الحديث عن إرادة حرة في سياق القرارات أو التصريحات التي تصدر عن قيادات المؤتمر هو حديث ليس حديثا منطقيا كما يقول كثيرون. وفقا لذلك برأيك هل ستقوم جماعة الحوثي باحتلال المؤتمر يعني بجناح صالح
وستقوم بشرعنة سلطتها من خلال افتعال شراكة ظاهرية. طبعا الكلام الذي تحدثت أنا عنه هو حديث متعلق بسلامة الأشخاص وليس بالوضع التنظيمي أو الوضع الحزبي بالنسبة لهم. الآن المؤتمر هو في مرحلة لا تزال نسميها مرحلة ذهول لما حدث، يتطلب وقتا طويلا حتى يعيد أو يرمم وضعه التنظيمي، وبعد ذلك نأتي للحديث عن الإرادة السياسية أو الموقف السياسي بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام. لكن في الأخير يعرف الجميع أنه الكلام الذي ذكره أخي من الرياض المتعلق باللائحة الداخلية بالنسبة للمؤتمر، هذا الكلام هو يتطلب أن تتم خطوة قبل الوصول إليها، وهو قضية توحيد المؤتمر الموجود الآن في الرياض والمؤتمر الذي ظل باقيا هنا في صنعاء، وهذه هي مسألة متعلقة بالعملية السياسية في الملف اليمني ككل، ولا يمكن القفز عليها بمعنى أنه الآن سيتم الاحتكام إلى اللائحة بين طرفي المؤتمر هنا وفي الرياض. هذه مسألة غير قابلة للتنفيذ قبل حل الملف اليمني، ويظل المؤتمر الذي هنا في الداخل هو كان قد رتب أموره سابقا وانتخب الشيخ صادق أمين أبو راس باعتباره نائبا لرئيس المؤتمر، وهو الذي الآن بحسب اللائحة فيما يتعلق بالجناح الموجود في صنعاء هو الذي يفترض أن تؤول إليه الآن إدارة أعمال المؤتمر. ما مدى استعداده هو خلال المرحلة القادمة للاستمرار في العمل السياسي على اعتبار العلاقة الوثيقة فيما بينه وبين الرئيس السابق صالح والنهاية التي انتهى إليها؟ هذا الأمر قد يكون مؤثرا على قبول الشيخ صادق نفسه في أن يستمر في عمله السياسي، وبالتالي سيتطلب المسألة نقل إلى نائب رئيس آخر، وبالتالي هذه المسائل نتركها للخطوات القادمة. أنا أتوقع أنه ليس من مصلحة أنصار الله حاليا أن يضايقوا المؤتمر على الاعتبار الذي يتحدث عنه الأخي من الرياض، وهو قضية أنهم سيتسببوا في تنفير أشخاص باتجاه مؤتمر الرياض، وهذا الأمر هو ليس في صالحهم، لأنه وضع المؤتمر الآن في الرياض هو وضع نخبوي لا وجود للجماهيرية لا حد الآن له، لم يستطع أن يحرك الجمهور على الإطلاق، لكن إذا انزاحت شخصيات إلى هناك وهل يستطيع أن يحرك الجمهور في ظل أستاذ عبد الوهاب في ظل ما شاهدناه من فيديوهات تهاجم حتى النساء في صنعاء الذين خرجوا للمطالبة بجثمان صالح، هل يستطيع الحزب المؤتمر في هذه الحالة أن يقوم بأي تحرك؟ هو بالطبع في الأخير كما قلت لك أنا المسألة هي متروكة للأيام القادمة، لأن المشكلة ليست متعلقة أساسا بجانب موقف المؤتمر مما يتعلق بالعدوان الذي يشن على البلد. هذه المسألة يتفق فيها المؤتمر جناح صنعاء مع أنصار الله تماما. القضية كانت حول ربما صيغة إدارة الدولة وتوزيع السلطات، وهي التي تطورت إلى أن وصلت إلى مقتل الرئيس السابق صالح. هذه المسألة سيكون مفروضا على مؤتمر الداخل أن يجاوزها، لأنه في الأخير سيكون هناك ضغط إقليمي وضغط دولي كبير لأن يستمر المؤتمر، ولا بد أن يحضر وسريعا على اعتبار موقعه فيما يتعلق بالعملية السياسية ككل. لن تستكمل العملية السياسية بغيابه على الإطلاق، لأن هذا الأمر سيفسر بأنه في الأخير نوع من المساندة لأنصار الله إذا أهمل المؤتمر ورضا بالنتيجة التي أرادوها. لكن في الأخير لابد أن يحضر المؤتمر في موقفه في الملف السياسي فيما يتعلق بالعملية السياسية ككل، هو ذات الموقف. داخليا هو سيتأثر في قضية الجمهرة والتحشيد، وهذا الأمر هو ذو انعكاس على الجبهة العسكرية والجبهة الداخلية المحتضنة للمعركة ككل. لكن نعم، فيما يتعلق بصوت المؤتمر كحاضر في المعادلة السياسية أنا لا أتوقع أنه سيتغير بالقدر الذي يصوره البعض. طيب دعني أعود إلى الأستاذ ثابت الأحمدي، كما يقول الأستاذ عبد الوهاب أن مسألة التحشيد يبدو أنها ستتأثر
بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، بالتالي هو يعني باعتبار أن العملية السياسية مبنية على الجماهيرية والتحشيد والقدرة على التحشيد، وفي ظل ما نشاهده من يعني مقاطع تشير إلى الوضع حاليا في صنعاء، أي دور منطقي يمكن أن يقبله أن تقبله القيادات المتواجدة في صنعاء لهم في سياق معركة اليمنيين في مواجهة معركة الشرعية في مواجهة الانقلاب؟ عزيزي، عن أي حشد وتحشيد نحن نتحدث اليوم؟ وقبل الحديث عن المؤتمر الشعبي العام وإعادة بنائه وترتيب أوراقه، نحن اليوم نحشد ونتحشد ونجتمع لنعيد الدولة الحاضن الأكبر للجميع، يعني التي أعتقد أو التي يندرج تحتها الكل. والمؤتمر الشعبي العام بنهايته هو جزء منها. ثانيا، هناك ملاحظة أود أن ألفت عنايتك والمشاهد الكريم وأخي العزيز الأستاذ عبد الوهاب الشرفي إلى مسألة موقع عبد ربه منصور هادي والأخ الأستاذ صادق أمين أبو راس، الذي نكون له كل الاحترام والتقدير، لكن مع فارق أن الأخ النائب أو نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي تم انتخابه في المؤتمر العام السابع في 2006 في عدن، وأنا أحد المشاركين في المؤتمر، بينما الأخ الأستاذ صادق أمين أبو راس تم تعيينه بقرار. وفرق بين من ينتخبه المؤتمر العام وبين من يتعين بقرار، وبالتالي فالرئيس الحالي ولو مؤقتا للمؤتمر الشعبي العام هو عبد ربه منصور هادي. هل من أسماء أخرى يمكن أن تكون أن تحمل جزءا من شرعية وفقا للائحة التنظيمية؟ هل من نواب آخرين؟ لا نستطيع يعني أن نقول أو أن لا نستطيع أي أحد أن يتجاوز النظام الداخلي في الوقت الحالي. رئيس المؤتمر الشعبي العام هو عبد ربه منصور هادي. طيب، إذا أشكرك أستاذ ثابت الأحمدي القيادي في المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إلى المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي بسؤال أخير، وفقا للأحداث الأخيرة سيد الشرفي، هل من أواصر بإن صح التعبير لا زالت تجمع بين المؤتمر والميليشيا بعد الأحداث الأخيرة؟ بالطبع، يعني طبيعة الجناح المؤتمر الذي ظل في صنعاء هو كان ربما محوره هو الرئيس السابق يعني عبد الله صالح، وغيابه من جهة وشكل الغياب من جهة أخرى، هذا لابد أن يكون له تأثير كبير على يعني جمهور المؤتمر على كل حال. لكن يظل كما قلت لك يعني مسألة إعادة الترتيب أمر لا بد أن يتم. لا أعتقد أنا أنه سيتم خلاف في جانب مواجهة العدوان، لاعتبار أنه الآن ربما أغلب الجبهة أو أغلب الجهد المطلوب للمواجهة هو الآن بات بأيدي أنصار الله. ربما الآن يغيب المؤتمر تماما عن قضية الجانب العسكري، سيظل موقفه السياسي فيما يتعلق بالمعادلة السياسية في الملف اليمني لا يمكن أن يتجه باتجاه الطرف الآخر، وسيظل يفاوض ربما بنفس المعايير التي كان يفاوض بها أيام الرئيس السابق صالح، وبالتالي العلاقة أنا لا أعتقد الآن بأنها ستختل كثيرا. وقلت لك حتى لو اختلت لن يكون كما لو اختلت في ظل وجود الرئيس السابق، على اعتباره أنه كان هو روح المؤتمر الموجود في صنعاء. الآن الشخصيات التي قد تخلفه أيا كانت هذه الشخصيات ربما لن تستطيع أن تحرك الجانب التنظيمي أساسا للمؤتمر، فضلا عن الجماهيري باتجاه مضاد أو باتجاه مقاومة وصراع مع أنصار الله. الأغلب سيفضل الحياد، والآخر سيلتزم بقضية الأداء التنظيمي للحضور السياسي في المعادلة اليمنية، طالما أنه غاب في باقي أجزاء المعادلة المتعلق بالجزء العسكري والجزء التحشيدي للمعركة أو الجبهة الداخلية. المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي كنت معنا بالهاتف من صنعاء، شكرا لك، كما هو الشكر موصول للقيادة في المؤتمر الشعبي العام ثابت الأحمدي الذي كان معنا عبر الهاتف من الرياض، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.